بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طالباتي وطلاب الصف الحادي عشر، مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس مادة الفنون، وهو بعنوان المشروع الفني الجزء الأول من وحدة الثقافة المتحفية. سنتعرف من خلال هذا الدرس على كيفية تنفيذ مشروعنا الفني من وحدة الثقافة المتحفية. أهداف المشروع: تنمية القيم والاتجاهات والميول والمهارات وأساليب التفكير، تمكين المتعلم من بناء شخصيته معرفيا ووجدانيا ومهاريا، تمكين المتعلم من التعرف على ذاته وميوله وقدراته المهارية، إبراز طاقته ومواهبه وإشباع حاجاته الفنية، ترسيخ حس المبادرة والابتكار والإبداع لدى الطالب. وحتى نصل إلى مشروعنا يجب أن نتذكر عزيز الطالب تعريف المتحف من خلال اللقاء التالي مع نائب مدير متحف الفن الإسلامي. المتحف طبعا هذا صرح ثقافي كبير، وتعريف المتحف معروف في أي مكان لو سألته، هو مؤسسة تربوية تعليمية ثقافية اجتماعية ترفيهية دائمة تخدم المجتمع، ولكن تخدم المجتمع في ماذا؟ هي تجمع وتحفظ وتعرض وتصون الإرث الإنساني أو الثقافات الإنسانية من الحضارات السابقة. أما عن مقتنيات المتحف فيستمر معنا الأستاذ سالم المري هنا مدير المتحف في تعريفه لنا عن مقتنيات هذا المتحف. وهذا المتحف يحوي بين جوانبه ما لا يقل عن 10,900 قطعة من الفنون الإسلامية من الحضارات السابقة. أنواع المقتنيات المتحفية: أولا المقتنيات المصنوعة من مواد غير عضوية. نجد أن المقتنيات المصنوعة من مواد غير عضوية لا تحتاج إلى عناية كبيرة، ومنها ما هو مصنوع من الصخور الرسوبية مثل الحجر الجيري أو الحجر الرملي، وهذه الأخيرة تحتاج إلى عناية أكبر نظرا لكونها مصنوعة من صخور ذات مسام كثيرة تمتص الرطوبة وتتشبع بالأملاح، مما يتسبب في تقشر سطحها ويعرضها للتلف، لذلك يجب تنظيفها جيدا وحفظها في مكان جاف. المقتنيات المصنوعة من مواد عضوية، هذه الأخيرة تكون أكثر حساسية للظروف الجوية والبيئة المحيطة بها، فالرطوبة الزائدة تعمل على زيادة وتكاثر جميع أنواع العفن التي تصيب المقتنيات، كما تتسبب الحرارة الزائدة والرطوبة في زيادة تكاثر دود الخشب والقوارض وغيرها من الآفات التي قد تقضي نهائيا على تلك المقتنيات، لذلك يجب التأكد من سلامة كل المقتنيات المصنوعة من مواد عضوية ومن عدم إصابتها بالحشرات أو العفن قبل وضعها في المتحف. أمثلة للمقتنيات المتحفية: تتعدد المقتنيات الموجودة داخل المتحف، فنجد منها المقتنيات المعدنية وهي مجموعة أثرية واسعة ومتعددة من المشغولات اليدوية التي كان الحرفيون الماهرة يصنعونها مثل الأواني والأسلحة والدروع والأدوات العلمية والمنزلية باستخدام أنواع مختلفة من المعادن، وهذا سنراه من خلال هذا الشرح عن هذه القطعة الموجودة في متحف الفن الإسلامي. قناع حربي من القرن 15 فولاذ مع تطعيم بالفضة، واستخدم هذا القناع الذي كان متصل بالخوذة كجزء من الأقنعة الحربية. نلاحظ الفتحة اللي موجودة في الأعلى تثبت فيها الخوذة، والقطعتان والفتحتان الموجودتان حوالين الحاجب لتثبيت قطعة حديدية من أجل حماية العنق، وبعد ذلك تتصل بالسترة أو الدرع الحربي. المنمنمات الإسلامية هي لون من ألوان فن التصوير والرسم، وقام بتطويره فنانو العصر الإسلامي بعد أن ورثوه عن الحضارات التي سبقتهم، وعلى وجه الخصوص الحضارات الهندية والفارسية منها، وأتاحت هذه الرسومات التفصيلية فرصة للتعرف على عادات وتراث المجتمعات السابقة مثل ما جاء في مقامات. عزيزي الطالب، يمكنك أن تختار لمشروعك ما يلي:
قطعة من مقتنيات المتحف وتحاكيها بالرسم والمعلومات، أن تجمع بعض الصور عن المقتنيات المتحفية المختلفة وتكون مجموعة مؤلفة من شخصين أو ثلاثة أشخاص، ويكون مشروعكم عبارة عن كتيب صغير يتضمن هذه الصور ومعلومات تاريخية عنها، منشأها، تاريخها، ومن ماذا صنعت. تصميم مجلة حائط تسمى مقتنيات متحفية على سبيل المثال، وتحتوي على رسومات أو صور لقطع متحفية مع شرح عن كل قطعة موجودة في هذه المجلة. وأيضا سترى عزيزي الطالب في البيان العملي اللاحق كيف تصنع قطعتك المتحفية من الصلصال، ويمكنك أن تصنعها بنفسك وتكون مشروعك الخاص. أما الآن عزيزي الطالب، يمكنك أن تختار مشروعك أيضا عبارة عن محاكاة لرسم قطعة موجودة في متحف الفن الإسلامي. عزيزي الطالب، يمكنك أن تختار لمشروعك قطعة متحفية وتحاكيها بالرسم والمعلومات كما نرى الآن، حيث يتم رسم هذه القطعة الموجودة بالأصل في متحف الفن الإسلامي، وهي عبارة عن صقر مصنوع من الذهب ومرصع بالأحجار الكريمة. بعد أن يتم رسم وتلوين هذه القطعة، سوف نستمع لشرح مفصل عن هذه القطعة من خلال إحدى المرشدات الموجودة في متحف الفن الإسلامي، فلتتفضل. الآن موجودين في قاعة القطع الموجودة من الهند بين القرنين 16 و18، نلاحظ أمامنا صقر من القرن 17 الميلادي مصنوع من ذهب مرصع بالأحجار الكريمة ومزخرف بالمينا، استخدم خلال الاحتفالات الرسمية أو المواكب الإمبراطورية في عهد المغول. هذه القطعة دليل على جودة الإنتاج في تلك الفترة بسبب استخدامهم لمختلف المجوهرات أو قطع المجوهرات الجميلة بألوان مختلفة في قطعة واحدة. وهذه قطعة أخرى من مقتنيات متحف الفن الإسلامي، يمكنك أن تحاكيها بالرسم وتكون مشروعك الخاص لهذا الفصل. وسنستمع الآن إلى معلومات خاصة عن هذه القطعة الموجودة في متحف الفن الإسلامي. أمامنا عدة أدوات، خنجر وغمد أو خنجر برأس حصان، هذه القطع كلها من الهند تقريبا من القرن 17 الميلادي، ونلاحظ الزخارف الكثيفة التي استخدمت في تزيين هذه القطع التي استخدمت كهدايا في مناسبات مختلفة، فولاذ، يشم، ذهب، ياقوت، وأيضا العاج. ونلاحظ هذا الخنجر برأس الحصان مصنوع من العاج وهو عبارة عن ناب الفيل. والآن لنتعرف على طرق تشكيل الخزف. التشكيل اليدوي، تختلف أنواع الطين الخزفي على حسب التركيبة الكيميائية، وبناء على ذلك تختلف ألوانها ولدونتها وتحملها للحرارة وطرق التشكيل. وأنواع الطين الخزفي هي الطين الأرضي earthenware، الطين الحجري stoneware، وبورسلين. واليوم سنستخدم الطين الأرضي، حيث أن الطين الأرضي يحرق على درجة حرارة من 950 ل 1100 درجة مئوية، ويختلف في ألوانه على حسب التركيبة الكيميائية، ومتوفر هنا في مكتبات قطر الأحمر والرمادي والأبيض. وتختلف طرق تشكيل الخزف على حسب نوع المنتج، واليوم سنتعرف على طرق التشكيل اليدوية، وهي التشكيل بالضغط بالإبهام، التشكيل بالحبال، والتشكيل بالشرائح. وتعد هذه الطرق هي أقدم طرق لتشكيل الخزف. أما عن الخامات والأدوات، لوح خشبي يفضل تغليفه بالقماش، قاعدة متحركة للتشكيل، أعواد خشبية بسمك نص سنتيمتر، أدوات تشكيل الخزف والنحت، ماء وأكياس للتغليف للحفاظ على دودونة الطينة، وطين خزفي للتشكيل. الخطوة الأولى، ضرب الطين لتفريغ الهواء منه، وهي خطوة أساسية يجب أن تسبق أي نوع من أنواع التشكيل لضمان سلامة القطع أثناء الحريق، وتتم من خلال الضغط براحة اليدين والرزغ على الطين في اتجاه واحد وتكرار هذه الحركة عشرات المرات حتى التأكد من تفريغ كل الهواء.
طريقة التشكيل من خلال الضغط بالإبهام تعد الطريقة الأقدم في تشكيل الخزف في العالم، حيث تمتاز القطع الأثرية من العصر البدائي بالتشكيل بهذه الطريقة، وتتم من خلال عمل كرة ومن ثم الضغط في منتصفها بإصبع الإبهام مع الضغط بباقي الأصابع اليد من الخارج، وتكرار هذه الحركة من جميع الجهات حتى الحصول على شكل مفرغ. طريقة التشكيل بالأحبال. نبدأ أولا بعمل قاعدة للشكل من خلال فرد شريحة من الطين وقص دائرة بحجم القاعدة المطلوب. ولتشكيل الأحبال نقوم بدحرجة قطعة صغيرة من الطين على الطاولة براحة اليدين وتحريك اليدين من الداخل إلى الخارج لنحصل على اسطوانات منتظمة. نكرر الخطوة حتى نحصل على عدد كافي من الأحبال. نبدأ ببناء القطعة من خلال وضع حلقات فوق بعضها باستخدام الأحبال المعدة مسبقا ولصق الأحبال معا بالطين السائل بعد عمل تهشير خفيف على كل حبل. نكرر الخطوات السابقة حتى نحصل على الشكل المطلوب. ملحوظة هامة، يجب الحفاظ على لدونة الطين والأحبال من خلال تغطيته بأكياس بلاستيكية ورشه بالماء باستمرار أثناء العمل. بعد بناء الشكل نتركه قليلا ليجف، ومن ثم نبدأ بتنعيم السطح باستخدام ماء وسكين خشبي وإسفنجة، وبعد تمام الجفاف نبدأ بتنعيم السطح من جميع الجهات في اتجاهات مختلفة. كما يمكنك أيضا عزيزي الطالب ترك الأحبال كما هي كشكل زخرفي على سطح القطعة. وأخيرا التشكيل بالشرائح. باستخدام اسطوانة خشبية وأعواد خشبية بالسماكة المطلوبة يتم فرد شرائح من الطين بسماكة واحدة، ومن ثم قصها لشرائح لتبنى بها القطع الخزفية. كما يمكنك إضافة ملامس متعددة باستخدام الأقمشة أو قوالب الزخرفة. بعد الانتهاء من التشكيل تترك القطع لتجف على أرفف غير معرضة للشمس وتكون التهوية جيدة من جميع جهات القطع. بعد تمام الجفاف تحرق القطع في أفران خاصة حتى درجة حرارة 930 درجة مئوية، وتكون هذه الحرقة الأولى لتكتسب القطع الصلابة وتتحول إلى فخار. والآن عزيزي الطالب قد تعرفنا على بعض طرق تشكيل الخزف اليدوي. قم بتشكيل قطعتك الخاصة ومن ثم شاركنا ابدأ. تذكر أن فيما يلي بعض التذكيرات ليحصل الجميع على وقت ممتع ومفيد أثناء الزيارة للمتحف على سبيل الحصول على معلومات وصور لكي تكون مشروعك لهذا الفصل. عليك أن تلاحظ التعليمات التالية: ملاحظة التعليمات عن المعارض التفاعلية في المتحف، قراءة المعلومات المتوفرة، فالمزيد من التعليم يساوي المزيد من المرح. يرجى عدم التشويش وإصدار أصوات عالية ليتمكن الجميع من الاستمتاع. البقاء مع المجموعة المحددة من قبل مشرف الزيارة للمتحف. يفضل ألا تحضر الأشياء الثمينة الخاصة بك، ولكن اتركها في سيارتك أو حافلات المدرسة. السير في هدوء في جميع الأوقات. التقاط الصور بدون استخدام الإضاءة القوية. عزيز الطالب، إذا اخترت المتحف كمشروع نهائي تذكر أن المساعدة في الحفاظ على نظافة المتحف والالتزام بالأكل والشرب في الأماكن المخصصة فقط. كن فضوليا واستكشف من خلال الأسئلة والمناقشات مع مجموعتك والمشرف على الزيارة للمتحف. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة اسأل موظفي المتحف. عزيزي الطالب، أتمنى أن تكون مشاهدتك الواعية والدقيقة للعرض المقدم قد أثارت الرغبة لديك في دخول هذا العالم الجميل، عالم المتاحف، ولربما اعتمد مشروعك النهائي على هذا العرض. إذا لاقى منك اهتماما أتمنى أن تناقش بعض الأفكار التي قد تمر في خاطرك مع معلمك، وأن تحاول الابتكار واستحضار الأفكار المميزة
من زيارتك للمتاحف وتسجيلها في دفتر التجارب التشكيلية، والله ولي التوفيق.